بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. كل عام وانتم بخير. يا ريت اول الفيديو كده نضغط ضغطة لايك واشتراككم يكون على راسي. النهاردة هنتكلم عن فوائد مسك الطهارة. الحاجات الطبيعية دهيت ما فيهاش اي اعراض جانبية. مسك الطهارة يعني انا هكبر لكم عليها اهو عشان اللي عاوز، هو بيكون في عند بتوع العطارة، وبيكون في السوبر ماركات وفي البوتوكات، المكان اللي موجود منه ان انت لو حابة تشتريه. كبرت لكم عليها ومكتوب عليه حامل المسك. ده له فوائد ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، فوائد رائعة لجسم الانسان. هو بيستخرج ده مسك سائل، يستخرج المسك الأبيض الأول اللي من الحجر، من الصخور، بيكون في جبال التبت، وهو عبارة عن مادة بتنتج عن تفاعل صخور الجرانيت مع الرطوبة والأمطار، وبيكون لونها أبيض. يعني ده مسك سائل، ده في زجاج فيه مكعبات بيضة كده زي الحجر، فوساعات بتكون مائلة للصفرة اللي هي اللي زي الحجر ديت. هناك يعني نوعين، او هناك نوعان من المسك الابيض، هما المسك الابيض السائل اللي هو اللي زي اللي معانا ده، وهو المعروف برائحته الباردة والناعمة، ويستخدم في صناعة العطور والكريمات ومزيلات العرق اللي بتبقى يعني مزيل العرق للجسم، او لتبييض المناطق الحساسة. والمسك الأبيض الجامد اللي هو الحجر بيكون على شكل مكعبات أو أحجار، بيعطي رائحة جيدة للملابس، ممكن تحطيه في خزانة الملابس في الدولاب يعني، وبيحذر من استعماله للجلد، ما تحطوش على الجلد اللي هو الحجر يعني، لأنه قد يسبب ممكن حساسية للجلد وهيجان للجلد. أما فوائد المسك الأبيض، هناك العديد من الفوائد الطبية التي نحصل عليها من بعد استخدام المسك الأبيض. أول حاجة هي القضاء على البكتيريا والفطريات التي قد تتواجد في المناطق الحساسة. طبعا احنا عارفين تحت الإبط ومنطقة البكين والحاجات ديت بيكون فيها فطريات وإفرازات مزعجة، والرائحة برضو تكون غير مستحبة. فلو انت اخدتي حاجة بسيطة كده على طرف صباعك ودهنتي الاماكن ديت، ما شاء الله بتكون وقاية للنساء بالذات من الاصابة بسرطان الرحم، وعلاج السموم الناتجة من لدغات برضو الافاعي والحشرات الضارة، وبيطهر الجروح، وبيعالج الالتهابات، اي التهاب في الجسم. يعني شايفين فوائد ما شاء الله. وبالتالي بيقضي على الحكة، الناس اللي بيبقى عندها حكة ديت لو دهنت من المسك ده هوت اللي هو المسك السائل الأبيض ده. وكمان يا سبحان الله بيساعد على الإنجاب، لأنه هو بيعمل خصوبة للرحم، لو انت شممت بس كده يعني بصبعك كده مكان الرحم، وعلاج المشاكل المرتبطة بالعين، لو انت شممت عينك كده رائحة المسك اللي هو ده هوت المسك السائل الأبيض، بتتمثل طبعا في اصفرار العين اللي هي مشاكل العين، او بياض العين، او جفاف العين، وبتقيها من الشوائب والاوساخ العالقة فيها للعين. يعني لو انت شممت عينيكي، اللي شمم عينه من المسك الطهارة الابيض ده. ومن استخداماته ان هو مضاد للالتهابات، خصوصا التهابات العدوى التناسلية التي قد تتمثل بظهور الاحمرار والشعور بحكة ونزول الإفرازات اللي هي الإفرازات المهبلية يعني، ومضاد للهستامين، ومضاد للحساسية، وعلاج السكتة الدماغية. يعني الواحد لو يدهن الجبهة بتاعته كده، في جبهة رأسه يعني مقدمة شعر الرأس، وعلاج الغيبوبة. الناس اللي عندها غيبوبة ممكن لو انت شممتيه على طول يستوعب على طول ويتذكر على طول، وعلاج مشاكل الأعصاب، وعلاج التشنجات، وعلاج مشاكل القلب والدورة الدموية، وعلاج وتطهير الجروح والتيمائها، بيخلي الجرح يلتئم على طول
لو انت شممتيه او دهنت الجرح، وعلاج الاورام، الناس اللي عندها اورام ودهنت منه سبحان الله، وزيادة الخصوبة وفرص الحمل، وهو مستحضر غير بعد ده كله، مستحضر عطري ذو رائحة جميلة. يا سلام لو انت دهنت منه كده، اللي يدهن منه ريحة ما شاء الله، ريحة جميلة. وبيفضل استخدامه بحذر في لو كانت السيدة حامل أو بترضع، تبتعد عنه إلا باستشارة الطبيب، عشان يعني ممكن إيه يكون في أعراض جانبية للحامل واللي بترضع. بيعالج طبعا زي ما احنا عرفنا مشاكل العين، وخصوصا العين اللي فيها شوائب أو غبار، أو في حالة التحسس يعني ممكن تكون عندها حساسية، والالتهاب الموسمي اللي بيجي للعين. وبيستخدم كوسيلة لفتح الأنف وزيادة القدرة على الشم، الناس اللي عندها احتقان في الأنف لو شمت أيام البرد والإنفلونزا، لو شمت مسك الطهارة ده هو بيزيل الاحتقان على طول، وبيزيل الزكام سبحان الله، بيعمل على علاج الاحتقان الذي قد يصيب الأنف، وبيساعد كمان فوق ده هو كله، بيساعد على تقوية القلب وبينظم ضربات القلب، وبيساعد على التخلص من الروائح السيئة التي قد تصدر نتيجة إفراز الجسم، اللي هو رائحة العرق في أيام الصيف. في ناس بتتقزز من رائحة العرق لو هم دهنوا من مسك الطهارة ده هو ما شاء الله، والناس وخصوصا الناس اللي هي بتتعرق بشكل جامد، بيكون عندهم نسبة عرق جامدة. وزي ما قلنا ان هو في الإفرازات المهبلية ودم الحيض طبعا بيكون فيه رائحة غير مستحبة، لو هم دهنوا مثلا مكان المهبل كده والأماكن الحساسة ديت في أثناء دم الحيض بيمنع الريحة ديت خالص، وبيعزز الرائحة العطرية في الملابس. لو انت برضو لمست كده يعني في الدولاب عندك بعض الملابس، لانه هو اقل شيء فيه بيدي رائحة، بتبقى الملابس طوال الوقت منتعشة لفترة طويلة. لو انت دهنت منه كده في حاجة بسيطة كده في الملابس، خدتها يعني خط كده من الحمالات كده، من الحمالة ديت للحمالة ديت، ما شاء الله بيخلي رائحة الدولاب حاجة فوق الخيال. ويمكن الاستفادة من مسك الطهارة أيضا عن طريق وضعه في الملابس، ممكن تحط إيه يعني حتة من القطن كده وتحطها في دولاب الملابس، بيحافظ على رائحة الملابس بتكون منتعشة طول الوقت. وأخيرا دمتم في أمان الله.